بسم الله، اهلا بكم. معكم سعيد انديل. النهارده هكلمكم عن الحسابات الماينور لوزز او الفريكشن لوزز في الفيتنج والمحابس. اول حاجه هبدا بيها هقول لكم على الطرق اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. هنتكلم على 5 طرق، 4 منهم طرق جنرال والطريقه الخامسه خاصه بالمحابس. الطرق الايكويفالنت لينس، الفيلوسيتي هيد، البرسنتج او النسب، والمونوغرافس والفالف فلو كوفيشن. اول طريقه هتكلم عنها الايكويفالنت لينس او الطول المكافئ. على حسب السايز بتاع القطعه ونوع القطعه بقدر ان انا اخد قيمه جدوليه اسمها الطول المكافئ. القيمه دي بعوض بيها في المعادلات اللي عندي لحسابات الفريكشن لوس اللي هي زي دارسي، هازين ويليامز، ايا كان المعادله، بس باخد الطول بتاع القطعة، الطول المكافئ من نفس البايب، من نفس الماتيريال. يعني هنا الجدول ده بيتكلم على الستاندر ستيل بايب، ستاندر ستيل بايب. لكن لما باخد الالبو وليكن هنا بي في سي، فانا لو الالبو ده 3 انش هاخد 8 وهروح اعوض بيها على اساس انها 8 ادم من البايب البي في سي، تمام؟ لان الموضوع ملوش علاقة بالماتيريال قوي، هو ليه علاقة بالديزاين بتاع الشكل بتاع القطعة. ليه؟ لانه متعلق بالفيلوزيتي هيد والشير فيلوزيتي، هنتكلم عليها قدام شويه في نقطه ما. لكن هو الموضوع مش ماتيريال بقدر ما هو ديزاين او حسابات الهيدروليكس. يعني دي المعادلات اللي احنا الشائعه المستخدمه في حساب الفريكشن لوزز اللي اتكلمت عليها بشكل مفصل شوية في فيديو اسمه الفريكشن لوزز تيبلز، فحضرتك ممكن ترجع له وهتلاقي ان انا بتكلم على الدارسي وسكوبي وهازين ويليامز وكل واحدة من دول بالتفصيل. لكن هقول لك عليهم دلوقتي لمحة سريعة. دارسي دي جنرال ابليكيشن، وهازين ويليامز جنرال ابليكيشن، يعني بقدر استخدمها في كل الحالات تقريبا. سكوبي دي سبيسيفيك ابليكيشن اللي هي خاصه بالسكشن والديستشارج بتاع المضخات، المانيفولدس وما الى ذلك، لان يعني حساباتهم اكتر متعلقه والفاكتورز بتاعتهم متعلقه بالراف ماتيريال او الماتيريال اللي هي بتكون صلبه شويه. طيب هنكمل. الفيلوسيتي هيد دي باختصار كده ان هي طاقة حركية بتكون في السائل. الطاقة الحركية دي بينجم عنها زي ما يسموه، يقولوا ايه، قصور ذاتي بيحصل في السائل عند تغير الاتجاه. كلام تقيل ومكلكع شوية، والجزئية كمان اللي تحت دي كمان هتلاقيها مكلكعة، مش عايزة كلكع الأمور. لكن هي دي طريقة من طرق الحساب الفريكشن لوزس، هتشوفها دلوقتي هتفهمها. بيقول لك الفيلوسيتي هيد دي عبارة عن ايه. لما السائل بيكون ماشي بسرعة وبيجي تغير الاتجاه بتاعه بالشكل ده، بيحصل حاجة زي القصور الذاتي كده او قوة دفع خارجية، فتحصل حاجة اسمها الشير فيلوسيتي او سرعة القص. وتبدأ سرعة القص دي بتستمر لحد 25 ضعف القطر البايب، يعني عاملة زي لما حضرتك تكون راكب سيارة. السيارة دي بتكون في كيرف كده او في ملف، السيارة دي حضرتك بتحس باندفاع خارجي ناحية الضلع الخارجي او الاتجاه الخارجي. ده ناتج ايه؟ ناتج عن الفيلوزيتي هيد والشير فيلوزيتي، ان ده اللي بيحصل في حالة السائل. طب دي بتفيدني بايه؟ بتفيدني ان انا اقول لك ان السائل او في منطقة الالبو او جوه الكيرف بتاع الالبو السرعة بتكون كريتيكال، الفريكشن لوزز بتكون اعلى منها في البايب عموما. يعني محدش يقدر يقول لي طب ما هو انا ليه، يعني ده الرد على السؤال بتاع الناس اللي لسه يعني متخرجة وكده، لسه بتفهم الامور وبتسأل اسئلة منطقية جدا، وبيقول لك ليه انا ما بعتبرش الالبو زي بقية البايب واحسبه يعني كأنه طول يعني من البايب وكده. لا، لان السرعة هنا غير في البايب، غير السرعة في داخل الالبو او في الكيرف بتاع الالبو، والاحتكاك طبعا بيكون اعلى جدا والفريكشن لوز بتكون اعلى. الجزئيه دي هتكلم عليها بالتفصيل لما اجي اتكلم عن السيرج بريشر وانواع السيرج بريشر والهاي ماجنتيود اللي بتسببه كمان الشير فيلوزيتي في السيرج بريشر. الفيلوزيتي هيد
يعني بتفسر برضو بتفسر لي ليه الشكل ده incorrect والشكل ده correct في توزيع البيبات، سواء دي كانت رشاشات أو كانت محابس أوتوماتيك، ودي ممكن تعتبر دي البامب ودي المحابس الأوتوماتيك، أو ممكن تعتبر إن ده السولونويد فالف الأوتوماتيك ودي رشاشات. أيا كان طريقة التوزيع دي غلط وطريقة التوزيع دي صح. ليه؟ لأن هنا الفيلوزيتي هيد أعلى، الأكواع دي الفيلوزيتي هيد بتكون أعلى. تاني حاجة المسافة بتاعت البايب هنا أكتر، يعني المسافة دي رايح، المسافة دي أنت رايح ورجعها تاني، بعكس هنا في الشكل ده المسافة دي أنت رحتها بس لكن ما فيش رجوع. في حد تاني يقول لي لا، ما احنا بنعمل حاجة اسمها السايزنج بتاع البيبات، ان هنا ببدأ بسايز صغير فأكبر 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 عشان احافظ على الهيدروليك جراديانت لاين. whatever انت بتحافظ على الهيدروليك جراديانت لاين، لكن في الاخر هنا السيت بوينت بتاعتك هتكون عالية. يعني زي مثلا ضغط هنا اللي انا محتاجه عشان يشغل لي الشبكة دي وليكن 5 بار، في الحالة دي نفس الشبكة نفس التصرفات كل حاجة هي خلينا نقول نفس التصرفات، لكن سايزات المواسير هتكون مختلفة. هحتاج هنا اقل ضغط اقل، ودي طبعا اقتصاديا يعني افضل، لان كل ما الضغط زاد كل ما المضخة سعرها زاد، الضغط يقل سعر المضخة بتاعتي يقل وهكذا. فالشكل ده اقتصاديا وفنيا بيكون افضل عن الشكل التاني ده، واللي بيفسر الجزئية دي اللي هي جزئية الفيلوزيتي هيد. الفيلوزيتي هيد دي طريقة الكالكوليشن بتاعتها او الاكويشن بتاعتها. عندي ال HF اللي هي الفريكشن لوزس، ال K ده فاكتور بنجيبه من قيمة جدولية، الجدول دلوقتي هوريها لكم، وده السرعة الفيلوزيتي طبعا حسابها سهل جدا، ليها كذا شكل الإكويشنز بتاعتها، هوريكم شكلين دلوقتي جداد بالإمبريال يونيتس. ودي الجرافيتي او التسارع الجاذبية او سرعة الجاذبية بالإمبريال 32.2 قدم للثانية المربعة، او لو حضرتك هتشتغل بمترك هيبقى 9.8 متر في الثانية المربعة. دي الجداول اللي بجيب منها الكي عشان ادخلها في حساباتي عشان اجيب الفريكشن لوزس في القطعة. فالكي على حسب نوع القطعة، البو ولا تي ولا فالف ولا انليت انترانس ولا مسلوب، على حسب نوع القطعة. وبعد ما ادخل في نوع القطعة شكل القطعة كمان 90 درجة، 45 ولا ايا كان، وعلى حسب السايز. فببدأ ان انا اخد اقدر ان انا اجيب الفاكتور واعوض بيه مع السرعة مع قيمة الجاذبية او الجرافيتي ثابتة. فخلاص انا كده عرفت ان انا اقدر اجيب الايه الفريكشن لوزس في القطعة دي. في حاجة هنا برضو انا جايبها هنا حطيت لها جدول منفصل اللي هي الانليت او الانترانس، على حسب شكل الانترانس بالكي برضو بتتغير، لو عندي على شكل بالماوس على شكل الجرس على شكل الدائري ده شكل الشارب الانوارد اللي هو بروجيكشن، يعني الماسورة داخلة جوه الخزان ماسورة السحب بتاع المضخة، فالكي برضو قيمتها بتكون مختلف. طيب ال V اللي هي السرعة بحسبها ازاي؟ عندنا القانون الشائع او المعروف اللي هو الكيو بتساوي ال A في ال V، السرعة بتساوي مساحة مقطع الماسورة في سرعة المياه عشان اجيب التصرف. منها لما بقدر اجيب عاوز اجيب ال V فبقول الكيو على ال A. طيب ال A دي بتفككها بقى، تقدر تفكك ال A اللي هي القطر بتاع البايب، وهنا ده معامل مع ايه مع الكيو، فبقدر احسب الفي. ده شكل تاني وده شكل اخر، وفي الاخر هنا القيم بتختلف على حسب اليونتس او السيستم اللي انت شغال بيه. هنا ده لما يكون في كونفرجنت وده دايفرجنت اللي هو بتنتقل من سايز كبير لسايز صغير او من سايز صغير لسايز اكبر، كل واحد ليه المعادلة بتاعته. بنصحك لما تيجي تطبق المعادلات دي ان حضرتك تاخد يعني احسبها جزئية جزئية، يعني لما تيجي تحسب احسب جزء جزء، ما تعملهاش وان ستيب، اعملها اكتر من ستيب عشان تطلع معاك صح يعني وتكون واثق من النتيجة. ده اعتقد يعني الموضوع هنا لحد هنا كده سهل وواضح وسهل في حسابات الفيلوزيتي هيد بالنسبة للايه
للفيتنج والمحابس. أهمية الفيلوزيتي هيد بتظهر في السكشن لاين للإند سكشن، الإند سكشن، إند سكشن بامب، لأن الإند سكشن بامب بتكون كريتيكال شوية عن البوستر بامب، لأن البوستر بامب بتكون المية أعلى منها وفي مستواها وما إلى ذلك. إنما دي إند سكشن ليفت، إند سكشن ليفت المية في مستوى أقل، اللي هو الفريكشن لوزز عالية أو زايدة عن الحدود، الحدود المسموح بيها، فهيحصل لوز برايمينج، المضخة مش هتسحب مية، أو هتسحب مية وهتشتغل وبعد كده تقطع تاني، أو يحصل كافيتيشن، يعني مشاكل كتيرة أوي. فبالتالي لازم أحسبها صح، أحسب الفريكشن لوزز هنا عشان أقدر أحسب النت بوزيتيف ساكشن هيت بتاع المضخة، وأقدر أختار المضخة السايز، السايز المضخة المناسب بالنت بوزيتيف ساكشن هيت ريكوايرد الصح عشان تسحب معايا المية من غير انقطاع وبدون حدوث تكهف. فحتى لو انا عامل انستوليشن ستاندرد بالشكل ده والحسابات بتاعتي غلط، هيحصل عندي المشاكل اللي قلت لكم عليها. فلازم احسب الانلت تمام، وده بيسموه الفود فالف او ممكن تشيك فالف، نوع من انواع التشيك فالف. نرجع تاني هنا اهو، انا عندي دي الفالفز، انا عندي ده الاسترينر او الباسكت تايب، وعندي الفوت او التشيك فالف، الاثنين دول موجودين، يعني الاثنين دول موجودين في الصوره اللي انا وريتها لحضراتكم حالا دلوقتي. موجودين هنا الاسترينر، وبعدين في هنا محبس كده، محبس عدم رجوع عشان ما تفقدش التحضير بتاعها، لما بطلها الخط ده ما يفضاش، الا اذا كانت المضخة سيلف برايمينج يعني تحضير ذاتي. بعدين عندي هنا البو، بعدين هنا في السنتريك ريديوسر، ده ريديوسر بياخد الشكل ده مخصوص عشان يمنع تكون الاير بوكيت او فقاقيع الهواء تتجمع ويعمل خنق في الخط يعني، ويعمل ووتر هامرنج وما لازلك. فبالتالي بينصح بان انا اركب السنتريك ريديوسر. السنتريك ريديوسر هتجيبه برضو من الريديوسر في ايه، من هنا، من الريديوسر هنا، اعتبره ان هو ريديوسر عادي مش مشكلة، هو نفس القيمة تمام. شوف هنا كده في الفالف الانلت تي الالبو وما لازلك، سوين جيد فالف، جيد فالف لانجيت وهكذا. تمام، ندخل بقى على طريقة بعد كده الفيلوزيتي هيد كده، ان احنا فهمناها واهميتها وامتى لازم احسبها بالطريقة دي، احسب كل حاجة لوحديها، واحسب الفريكشن لوزس هنا في الخط ده برضو. الخط ده اذا كان حديد بحسبه بمعادلة سكوبي بالفاكتور بتاع معادلة سكوبي. ارجع للفيديو اللي باسم بريشر لوزس تيبل عندي على الصفحة او على الشانل، تلاقيني بتكلم على السكوبي وازاي بحسب منها وازاي بستخدمها بالجداول بتاعتها. بعدين في طريقة تالتة اللي هي طريقة البرسنتج او الـ اسمها الـ النسب، دي نسبة بضيفها على الفريكشن لوزز بتاعت البايبات. يعني لو انا حسبت البايبات عندي الفريكشن لوزز 1 بار، فيا اما بضيف 10% 15% او 20% على حسب المرجع اللي انت هتستخدمه من المراجع اللي هقولها لك حالا دلوقتي، وبتضيف القيمه دي كانها هي دي القيمه من قيمه اجمالي الفريكشن لوزز في الشبكه كلها. فيعني لو انا حسبت البايبات 1 بار وهضيف 20% عليها، هيبقى 1.2 بار، 1.2 بار، ده اجمالي الفريكشن لوزز اللي في الشبكه عندي.
او في المين لاين لحد ابعد محبس واعلى محبس تصرفا وما الى ذلك. فالموضوع ده انا بحسبه يا اما بحط 20% او 15% او 10%. 20% على حسب المرجع ده اللي هو البريتش كولومبيا مينستري اوف اجريكلتشر، ده قال 20%. الهاند بوك بتاع الفاو قال 15%، والهاند بوك بتاع هانتر قال 10%. فالنسبه النسب كلها صحيحه، وكل واحد منهم اشتغل على مديولات مختلفة وودى القيم دي. فالباقي النصيحة مني اشتغل على أعلى قيمة اللي هي 20%، اشتغل على أعلى قيمة على 20% بحيث ان انت تكون مور سيف. في طريقة رابعة هي طريقة المونوغرافس، او الطريقة اللي انا بوصل قيمة بقيمة وبنستنتج منها القيمة التالتة. يعني على سبيل المثال لو انا عندي هنا وليكن الجيت فالف، ده جيت فالف، فين النقطة بتاعته؟ اهي النقطة المرجعية بتاعته. وليكن الجيت فالف ده 3 انش، ووصل ده بده. القيمة اللي انا بمر عليها هنا في النص بتبقى قصاد قراءة معينة، القراءة دي الاكويفالنت لينس، يعني الجيت فالف التلاتة انش بيديني فريكشن لوزس موازية او مساوية لطول من نفس السايز نفس الماتيريال 3 ادم. يعني هنا لا مش 3 ادم، هنا دي 1.5 او 1.8 ادم، تمام. فدي طريقة من الطرق بالشكل ده بوصل القيمة دي بالقيمة دي القيمتين معلومتين عشان اجيب القيمة التالتة. المونوغرافس دي بتكون معمولة يا اما مرجع زي كده جنرال الهاند بوك بتاع هانتر، او انك تلاقيها في المصنع نفسه في الكتالوج بتاع المصنع، ويكون افضل ان انت تاخدها من المصنع بحيث ان انت يديك قراءات ادق وتكون افضل من المصنع. يعني كنت عايز اقول بس على المونوغراف، ان لما ببدا ان انا احسب بطريقه المونوغرافس انا عايز نفس البايب ونفس الماتيريال ونفس السايز. ف الموضوع ده يعني مش غير متاح، يعني بشكل غير متاح مش كل المصانع بتوفر المونوغرافس. في الحالة دي ممكن ترجع للجنرال مونوغراف زي ده زي بتاع هانتر مثلا، معتمد يعني وحاجة محترمة، فبتقدر ان انت تشتغل عليها كجايدنس او حاجة ارشادية ليك. من المونوغرافز برضو فيه اللي انا بستخدمه برضو مش بس فيتنج ومحابس، لا فيه مونوغرافز كمان للبايبات على حسب الفلو على حسب السايز بتاع البايب يديني الفريكشن لوزس عندي. والفريكشن لوزس هنا للميت ادم، يعني القيمة دي للميت ادم من السايز ده عند التصرف ده. فايا كان القيمة اللي بحصل عليها بشوف انا التوتال لينس بتاعي عندي كام، وببدأ ان انا يا اما اضرب او اقسم عليه علشان احصل على توتال فريكشن لوز. والطريقه دي بتسمى بال 35% رول، هي بتسمى كده في المراجع طريقه ال 35%. دي طريقه من الطرق المعتمده في السايزنج للسب مين لاينز. طيب طريقه الفالف كوفيشنت دي طريقه يعني هشرحها بالمعادلات، لان انا عايز اقول حاجه في الثلاث أمثلة اللي جايين دول. لو على سبيل المثال أنا عندي 45 جالون من المحبس 150 بي إي بي، الفريكشن لوزز بتاع المحبس ده كام؟ 45 مش موجود في الجدول ده زي ما أنا شايف كده بتاع المصنع. فالمعادلة اللي قدامي دي أنا بحسب منها التصرف وأقدر أحسب منها الدلتا بي. الدلتا بي اللي هي إيه؟ فرق الضغط ما بين قبل المحبس وبعد المحبس. فالفرق الضغط ده اللي هو الفقد في الضغط، الفقد في الضغط قد ايه. فمن المعادله دي ببدا احسب عند ال 50 او ال 40 ببدا احسب السي في كام،
بمعلومية، لأن أنا عندي الكيو موجودة وعندي الدلتا بي اهي اللي هي دي اللي هي 3.6 بي اس اي، ده اللي هو الفرق ما بين الابستريم والداونستريم بتاع المحبس، دي قيم معملية. لكن السي في انا عايز احسب السي في هنا عند القيمتين دول كام، فانا جبتها هنا ايه عند الخمسين هتبقى 26.35، وهحسب السي في عند الاربعين 40 جالون بير مينت، والدلتا بي 3.5، فانا حسبت هنا الدلتا بي برضو تحت الجذر عشان اجيب السي في كام. بعدين القيمتين دول بجمعهم واقسمهم على الاثنين عشان يديني السي في عند ال 45 اللي هي موجوده في النص او في الوسط ما بين ال 40 وال 50، تمام. يبقى انا كده جبت السي في بتاعه ال 45، بعوض في المعادله بالشكل ده تديني الدلتا بي. يبقى الدلتا بي عند 45 جالون بير مينت بقت 3.5 أو 3.597، ده بالبي اس اي، بقسمها على 14.5 أو 14.5 عشان يديني بالبار، هي توصل تقريبا ل 0.25 بار أو ربع بار تقريبا، ده الفائدة في الضغط عند 45 جالون بير مينت. ده بالنسبة للمحبس البي اي بي 150. طيب لو استخدمت نفس المحبس عند تصرف 55 برضو مش موجود مرجعيا، هعوض وهحسبها بنفس الطريقة اللي فاتت، هتطلع لي 3.52 بي اس اي او 0.25 24. لما زودت التصرف بتاع المحبس الفريكشن لوزس قلت، هنا في مفارقة يعني، بس هوريها لك دلوقتي. لما زود كمان هخليها 65، هنشوف ايه اللي هيحصل. خليتها 65 جالون بير مينت، 65 جالون بير مينت، يعني انا بدات 45 جالون 55 جالون 65 جالون، لما عوضت وحسبت طلعت 0.34، يعني الفائدة في الضغط او الفريكشن لوزز زادت. يعني لما كنت 45 كانت 25، بعدين لما وصلت ل 55 بقت 0.24، بعدين لما طلعت ال 65 بقت 0.34. من الكلام ده بنستنتج ايه؟ بنستنتج ان المحبس ليه حاجه اسمها الاوبتيمم اوبريشن فلو، اوبتيمم اوبريشن فلو او افضل تصرف للمحبس يديني فيه اقل ضغط، يعني القيمه الاقتصاديه للتصرف، قصدي القيمه الاقتصاديه للتصرف قد ايه. هو موضوع الفلو كوفيشنت ده اللي هو كل جالون بير مينت بفقد قصاده قد ايه ضغط، يعني كل جالون بير مينت بفقد قصاده قد ايه ضغط. فلو انا زدت عن القيمة الخمسين، لو زودت عن قيمة الخمسين القيمة بتاعت الايه الفقد بتزيد، لو قلت عن الخمسين القيمة بتزيد. قال طب انا اروح فين؟ طيب ارجع تاني كده في قاعدة كنت قلتها لكم على السايزنج بتاع المحابس اسمها التلت او قاعدة التلت، ان انا دايما استخدم التلت التصرف اللي موجود في الكتالوج. يعني لو عندي 150 اشتغل على الخمسين على طول، يبقى المحبس الواحد ونص اشتغل عند الخمسين. ليه؟ علشان ده بيكون اقل فقد في الضغط. ده سبب من كام سبب؟ من سبع أسباب تانية، يعني ده سبب من سبعة، يعني في ست أسباب تانية يخليني إن أنا أشتغل بقاعدة التلت، فده سبب منهم. يعني دلوقتي برهناه بالمعادلات وبالمرجع طبعا اللي هو بتاع المحبس أو الكتالوج بتاع المحبس. الطريقة دي برضو يعني للمحابس الاوتوماتيك وللمحابس اليدوي، ويفضل ان انت لما تيجي تشتغل بالطريقة دي ان انت تروح لنوع الكتالوج بتاع المحبس نفسه او كتالوج الشركة المصنعة وتاخد منه القيم بتاعتك علشان تعمل حساباتك مظبوط. يعني ده على سبيل المثال، ده Butterfly Valve السي في فاليو تختلف على حسب الاوبننج بتاع المحبس. المحبس هنا مفتوح
يعني مفتوح كاملا، نص فاتحة، تلات أرباع فاتحة، يعني دي الديجري أو درجة الفتح بتاعه. فكل واحدة منهم يعني تصرف مختلف، يعني السي في هيكون قيمته مختلف. ده طبعا مع العلم ايه ثبات ثبات الايه السايز. اما لو انا بغير السايز نفس الشيء برضو نفس الكلام. فاعتقد كده الموضوع يعني تمت مناقشته بشكل سريع، وان شاء الله يكون مفيد للناس. ولو في اي استفسار او اي اسئله فياريت اكتبوها في الكومنت. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.